اهلا بكم طلابي، طلاب الصف الاول الاعدادي، يا رب تكونوا بخير. هنبدا مع بعض اول ليسن جيومتري ديدكتيف بروف. هنحل مع بعض اكسرسايز، ومع الاكسرسايز هنفهم يعني ايه ديدكتيف بروف. يلا بينا. سؤال نمبر 1 يقول لك كده: ميجر اوف انجل اي بي سي 110 دي 110، ميجر سي بي دي 35، وميجر اوف انجل اي بي اي 140. كل اللي انا قلته ده، شايف انا قلت الكلام ده كله، كل ده بكتب عليه كده على جنب جيفن. خلاص بكتب ايه؟ جيفن. طب عند كلمة فايند، فايند كذا ار تي بي. طيب لما اجي اشتغل في البروف اكتب كلمة بروف، يبقى البروف تعودنا عليه على 3 اقسام: جيفن، ار تي بي، بروف. البروف هقول له ايه؟ هقول له ان الانجل دي اللي اسمها، يلا بينا نسمي عندنا كام انجل؟ عندنا كام؟ تقول له مستر عندنا 4 انجلز، 1 2 3 4. الانجل الاولى اسمها اي بي اي، ميجر اوف انجل اي بي دي، اي بي دي ماشي. هو بدأ من هنا مفيش مشكلة. اللي بعدها CBD، CBD بلس ميجر اوف انجل ABC، ABC دي كلها بلس ميجر اوف انجل ABE، ABE دي كلها. يبقى انا عملت الانجل دي بلس الانجل دي بلس الانجل دي بلس الانجل دي ايكوال كام؟ 360، عشان دي اسمها accumulative angle angles at the point at a point. خلاص at a point accumulative angles at a at a point equals 360، يبقى 4 angles equals 360. طب انا طالب منك ميجر اي بي دي، تقول لي خلاص يا مستر ميجر اوف انجل اي بي دي هي الانجل دي 360 ماينس 360 ماينس كام وكام وكام؟ قول له مستر هتبقى 360 ماينس، افتح براكت 110، ممكن ما اكتبش طبعا كل الكلام ده يعني على طول ده. خلاص احنا كتبنا السطر ده، نكتب ميجر اوف انجل اي بي دي equals 160 minus 110 plus 140 plus 35. يبقى ممكن ما نكتبش السطرين دول، بس نكتب السطر ده بس، ونكتب ده كل ده نحطه على الكالكوليتر يطلع 75 degree. يبقى دي كمان دي ب 75 degree، يبقى كل الانجل دي 360، نعمل 360 minus كل الانجل دي. خلاص هنا سينس 3 نقط تحت، هنا 0. اللي بعده بيقول لي فاين، طبعا احنا عودنا كل ده بنقول عليه given، هنا RTB، هنا proof، بيقول لك find measure DBE، DBE الانجل دي بكام؟ قلت له طيب على مهلك بقى في واحدة واحدة عشان تفهم. CBF، سي بي اف، كل دي عبارة عن 2 انجل اللي هي 40 و 30، اللي هي سي بي اي، سي بي اي بلس ميجر انجل اي بي اف. يبقى سي بي، سي بي اف كلها ب 40 بلس 30 ب 70. عندي حق. طب دلوقتي عندي ده انترسكشن ده، يبقى الانجل دي، يبقى هكتب كده سي اي انترسكشن اف دي. ما انت عندك اهو CE intersection DA، F دي بكام؟ دي ب 70، 40 و 30 70، يبقى اللي في الشاب كام؟ ب 70. يبقى measure of angle DBE for measure of angle CBF equal 70 vertically opposite angle. لازم اكتب الشرط ده ان ده عمل intersection مع ده في B.
ولما يبقى فيه اتنين ستريت لاين ما بينهم انترسكشن على طول يظهر في او اي. برافو عليك. اللي بعده اي بي دي. فين اي بي دي؟ اي بي دي دي يا مستر. طيب هقول له كده، هو قال لي هنا بص المعلومة دي، ان انا عندي بوينت اسمها بي بيلونج تو اي سي، دي معناها ستريت انجل على طول. فكده عرفت كل الانجل دي ايكوال 180. فقلت له ان كده اي بي اي اي بي اي كل دي بلس سي بي اي سي بي اي ايكوال 180. قلت له تمام. قلت له اي بي اي ايكوال 180 ماينس 160، طبعا في صيغة سيزر 4، يبقى سينس ده مكتوب في الجيفن، مكتوب في صيغة سينس. طب زير فور ان الاثنين دول مع بعض، ان كل ان الانجل اي بي اي بلس اي بي سي 180 في زير فور، يبقى زير فور ميجر اوف انجل اي بي اي ايكوال 180 ماينس 116. قلت له صح، اقول دي ب 180، شيل من 116 بيتفضل 64. طيب احنا عندنا معلومه بيقول لك بي دي بايسكت اي بي اي سينس، طبعا لازم يبقى سينس عشان دي معلومه في جيفنز. قلت له يبقى الخط ده قاسم دول حتة قد بعض، يبقى ميجر اوف انجل اي بي دي وميجر اوف انجل دي بي اي ايكوال 64، ما الاثنين دول بكده 116، 180 ماينس 116 ايكوال 64 ديفايدد تو 30، كل واحدة ب 32، يبقى ال اي بي دي ب 32 اللي هو عايز يجيبها. دلوقتي اللي بعده ABF ABF. طيب واحدة واحدة، عندنا الخط ده عمل intersection مع الخط ده، صح كده؟ صح جدا. يبقى دي 40، يبقى اللي قصادها كمان 40، يبقى دي 40. أقول كده AC intersection DE في B، يبقى ظهر في اكيد هيظهر في او اي، يبقى ميجر في انجل اي بي دي ميجر في انجل سي بي اي ايكوال 40 ديجري فيرتيكال اوبست انجل. قلت له طب طالما البي اي خط يبقى هو الجيفنز، عشان كده كده في سنس بي اي بايسكت الانجل سي بي اف، يبقى دي كمان كام؟ 40. مشكلة؟ لا يا مستر، يبقى السي بي اف كلها سي بي اف ب 80 عشان 40 بلس 40، صح كده؟ قلت له صح. قلت له دلوقتي الخط ده كله كده الانجل دي كلها بكام؟ 180. يبقى زيرف هقول له كده ان ال بي بيلونج تو، طبعا ممكن اكتبه بي بيلونج تو الاي سي، يعني البي بوينت على خط الاي سي فدي عامله ستريت انجل، او اكتب ان ميجر اوف انجل A B C equal 180. طب فاضل مين؟ محتاج أجيب دي، دي 40 ودي 40، دي أقدر أجيبها إزاي؟ طب 180 180 minus 80 تديني اللي هي 40 plus 40 تديني 100، فدي 100، يبقى A B F 100. خلصت. هو طالب هنا طبعا ده كله ده given، هنا A B A B A C. قلت له خلي بالك ان الانجل دي بلس الانجل دي بلس الانجل دي يعني 160 accumulative angles. في مشكلة؟ E A E A C بلس B A C بلس E B E A B E A B ايكوال 160. طب انا عايز اعرف الانجل الناقص الانجل دي، تقول تبقى ميجر اي في انجل بي اي سي بي اي سي 360 ماينس الاتنين انجل دي. خلصت كده، جبنا اول واحده. عايز يعرف ميجر السي دي بكام، تقول له خلي بالك احنا عندنا ان اي بي بارال للسي دي، اي بي بارال للسي دي، عند الخط الوصل ما بين التو بارلز اسمه AC،
خلاص يبقى ميجر اوف انجل سي بلس ميجر اوف انجل بي اي سي ايكوال 180. انتيريور انجلز انتيريور انجل از ذا سيم انتيريور سبلمنتري انجلز سبلمنتري انجلز بدل ما اكتب كده خلاص قلت له يبقى السي بكام؟ 180 ماينس احنا كده دي بكام؟ 140 180 ماينس 140 يدينا السي ب 40 يبقى 04 ميجر انجل سي ايكوال 180 ماينس 140 ايكوال 40. في السؤال ده طالب ميجر اوف انجل اي سي اي سي الانجل دي كلها. طيب ايه العمل بقى عشان اجيب الانجل دي كلها؟ يلا بينا على مهلك عشان ما تتلخبطش. اول حاجه قال لك اي بي بارل للسي دي، اي بي بارل للسي دي، قلت له خلي بالك اي بي بارل سنس ان اي بي بارل للسي دي والاي سي از ترانسفيرسال، يبقى الانجل دي بلس الانجل دي المفروض ب 180 عشان دول انتيريور تو انتيريور انجلز. طب انا عشان اجيب ال A C D هقول له يبقى 04 ميجر اوف انجل A C D 180 ماينس 60 يبقى 120. خلاص يبقى دي 180. طيب عندنا برضو A B parallel E F، A B ده parallel E F، A B parallel مين؟ ال E F. طيب يبقى كله بارلل لبعض، يبقى AB بارلل السي دي والاي بي بارلل الاي اف، يبقى اكيد السي دي ده بارلل الاي اف اهو، ومن سي الاي ترانسفيرسال، يبقى الانجل دي اسمها دي سي اي بلس ميجر اوف انجل اي ايكوال 180 تو انتيريور. خلاص يبقى 180 ماينس 35 ايكوال 145. قلت له احنا دلوقتي جبنا خلاص الانجل دي اهي، دلوقتي المفروض دول 3 انجل مع بعض. بص كده 120 و 145 فاضل نعرف دي بكام، قلت له يبقى ميجر اوف انجل ACB is ACE بس measure of angle DCE DCE 104 اللي هي 145 بس measure of angle التالتة ACD ACD. خلاص قلت له التلاتة بي بس يبقى ACD ACE اللي هو عايزها ACE 360 plus 120 plus 145 equal 95. بيقول لي بروف ذات ان يظهر بارل اي بي بارل اي اف، دول عشان يظهر بارل لازم يظهر زد او يو او اف. طيب اي بي بارل سي دي، اي بي بارل سي دي ظهر حرف المفروض زد يبقى دي 50 دي كام، يبقى مش عارف انجل اي سي دي كل مش عارف انجل بي اي سي الترنت. طيب دي 50 يبقى دي كمان دي 90 كلها يبقى دي 40. خلاص خلاص مستر سينس مهم أوي السؤال ده، بحب السؤال ده جدا. ACE ACE سينس ناب 90 هو اللي كاتب، يبقى دي بكام؟ 90 ماينس 50 ايكوال 40، يبقى فورس دي سي اي دي سي اي 40. خلاص خلاص يا مستر. طيب احنا عندنا دي ب 40 دي سي ايكوال اي دي سي اي ايكوال اي، خلاص يبقى الاثنين بكام؟ سيم انجل ترنيت انجل، يبقى كده سي دي بارلل اي اف، سي دي بارلل مين؟ اي اف. واحنا عندنا ان الاي بي بارلل سي دي، يبقى اكيد اي بي بارلل مين؟ للاي اف، سنس ان اي بي بارل للسي دي. يبقى تاني يبقى احنا اثبتنا خلاص ان ده
فرق لده خلاص، عشان دي 40 فدي 40 خلاص، يبقى حرف زد. طيب سنس ان اي بي بارلل سي دي، اي بي بارلل سي دي، واي بي بارل مع الاي اف، صح الكلام ده ولا؟ اه طبعا، عندنا الاثنين دول بارل لبعض، ودول بارل لبعض، يبقى اكيد ده بارل لده، اي بي بارل الاي اف. انا التلاتة بارل دول، يلا تاني هكتبهم تاني، سي دي 04، سي دي بارل اي اف، سي دي ده بارل اي اف. عندنا تاني دي رقم واحد، عندنا اي بي ده بارل سي دي، اكيد هو على متى، يبقى اكيد اي بي ده بارل كمان لمين؟ الدي اف. هو ده اللي طلع، البروف ده مهم. السؤال اللي جاي مفهوش حاجة برضو، يقول لي بقى بروف ذات ان اي بي بارل الاي اف، اي بي ده بارل الاي اف. طيب عندنا بس ان الاي اف بارل لمين؟ السي دي خلاص، والسي اي ترانسفيرس، في مشكلة؟ ما فيش. دي كام؟ 95، يبقى اكيد دي كمان 95، يبقى 95 minus 30 equal 65. تاني الحركات دي يلا نكتبها since الأول، ان اي اف parallel سي دي و اي سي transversal، يبقى 04 measure of angle E اللي هي اف اي سي او سي اي اف، سي اي اف equal اي سي دي equal اي سي دي equal 95 alternate. ماشي طب دي ب 30 ودي ب 65، دي كلها يبقى دي كلها بكام؟ يبقى اي سي دي مالها؟ ولا مستر سهل، اي سي دي دي ب 65 عشان دي كلها ب 95، يبقى 95 ماينس 30 دي 65. طيب دي ب 65، عندنا ميجر انجل A بلس ميجر اوف انجل ACD، ACD بلس A 65 بلس 115 equal 180، دول interior angles، يبقى كده AB parallel CD، يبقى كده مين؟ AB parallel مين؟ C. طب ما CD ده parallel لل EF، يبقى أكيد AB parallel لمين؟ لل EF. طبعا السؤال ده غني عن التعريف، سؤال مشهور جدا. تمام هنشتغله مع بعض، بيقول لي اي بي بروف ذات ان اي بي ايكوال سي دي، طبعا عشان نثبت ان اي بي با ايكوال سي دي لازم نجيب ان ده كونجروينت. الكونجروينت بيتجاب ازاي؟ لازم اولا تقول لمستر ان تراينجل ايه اسم الاول، ايه ام بي، تراينجل الثاني اكيد دي ام سي، ترينجل ان ترينجل كذا وان ترينجل كذا. خلاص هقول له سينس ان اي ام ايكوال دي ام، ده عليه شرطين وده عليه شرطين، افتح الشوكه بتاعتي اكتب اي ام ايكوال دي ام خلاص، وبي ام ايكوال سي ام، وبي ام ايكوال سي ام وكده، والانجل دي في وش الانجل دي، يبقى اقول له انجل اي ام بي، انجل اي ام بي ايكوال ميجر اوف انجل دي ام سي في او اي، يبقى التو ترانجل ار كونجروينت صح؟ اقول له اه، يبقى ده كونجروينت لده، تبقى ازاي؟ يبقى الترانجل اي ام بي كونجروينت ترانجل دي ام سي. خلاص خلاص يا مستر، يبقى كده عندنا من الكونجروينت وي ديديوز ذات فروم، او فروم كونجروينت وي جيت فروم، ممكن بدل ما تستغنى عن وي ديديوز ذات فروم كونجروينت
وي جيت. احنا عندنا هو اي بي ايكوال كام؟ فاي بي ايكوال دي سي، اي بي ايكوال خلاص، اي بي ايكوال سي دي، خلاص كده خلصت. اي بي بارلل للسي دي، بيقول لي اي بي بارلل للسي دي، تبقى سهل. عندنا انجل دي ايكوال كام؟ عندنا انجل دي ايكوال انجل ايه؟ طب ما ده حرف زد. ميجر اوف انجل ايه ايكوال ميجر اوف انجل دي، باي ذا الترنيت انجلز، يبقى اي بي بارلل سي. السؤال ده حلو جدا، خلي بالك منه. طبعا ان ذا اوبزيت فيجر بيقول لك في الشكل اللي قدامنا ده، يعني هو ما تكلمش غير شكل شبه الكايت كده، شبه الطيارة. بي دي طيار الورق، بي دي بايسكت اي دي سي، دي بي بايسكت اي دي سي. يعني من الآخر كده أنا عايز أثبت إن دي قد دي، هو ده البايسكتور أو بايسكتس. اي بي دي فين الاي بي دي؟ اي بي دي ترانجل اي بي دي ده، شايفينه؟ أكيد شايفين. ماله يا مستر؟ هعمله كونجرونت مع الترانجل سي بي دي، يبقى اي بي دي سي بي دي. خلاص هنتكلم عن أول، عن أول حاجة عندنا السايد ده، دي السايد، يبقى عندنا السايد اي بي ايكوال سايد سي بي، اي بي ايكوال سي بي، و اي دي ايكوال دي سي، و اي دي ايكوال دي سي، و دي بي كله كومن انجل، دي بي كله كومن انجل، كومن سايد اسف، كومن سايد انجل، كومن سايد، يبقى ترينجل اي بي دي كونجرنت سي دي، سي بي دي. خلاص from congruent we deduce that. تمام، عندنا الانجل A D B، تعال نشوف A D B equal C D B، A D B equal C B D، C D B. يبقى كده معنى ان الخط ده دخل قسم الاتنين انجل دول حتتين قد بعض، طالما الانجل دي قد الانجل دي من الكونجرنت. تاني كده A D B equal C D B، A D B equal C D B. يبقى ده، يبقى الخط ده عمل بايسكت الأنجل دي كلها اللي هي A D C. خلاص كده جبنا أول حاجة. بيقول لي and prove that A C and D B are perpendicular to each other. يلا يلا بينا. فين الـ AC؟ هو الـ AC يا مستر، and DB bisect each other، perpendicular bisect each other. قلت له طيب دلوقتي هنتكلم على واحدة واحدة وركز. triangle ADF الصغير ده، و triangle التاني CDF، CD ADF و CDF. طيب أول حاجة عندنا إن الـ AD قد الـ DC، الـ AD equal DC، و الـ DF ده common common side. تمام، وعندنا كمان إن الـ angle ADF D equal CDF، CDF. أيوة احنا قايلين الكلام ده فوق، احنا قايلين إن دي الـ angle دي قد الـ angle دي. خلاص يبقى دول التلات شروط، اس واس وانجل. خلاص يبقى كده الترانجل ده كونجرونت بالترانجل الاي دي اف، اي دي اف والسي دي اف. طيب هو كل ده عشان يعمل ايه؟ عشان يقول ان الاي سي بيربنديكولار دي اف. قلت له كده معناه ان الانجل اي اف دي، اي اف دي ايكوال سي اف دي. بس
خلاص يبقى من الكونجروينت لقيت الانجل دي قد الانجل دي. طيب قلت لي طب ما ده خط يا مستر. قلت لك تمام، يعني الانجل دي بلس الانجل دي ب 180. قلت له صح. قلت لي مش الانجل دي قد الانجل دي؟ قلت له اه، يبقى اكيد دي ب 90 ودي بكام؟ ب 90. بس خلصت. قلت له يبقى الانجل ميجر اوف انجل اي اف دي، اي اف دي ايكوال ميجر اوف انجل سي اف دي ايكوال 100 دي ديفايد تو ب 90. يبقى كده معناها ان الاي سي ده بيربنديكولار على الدي بي، هو ده اللي عايزه، بيربنديكولار تو اتش اذر. لا هو سؤال كان قوي، استخدمنا فيه الكونجرونت تراي اوف تراينجلز بكل الطرق، يعني كان فيه كذا فكرة، فاهم؟ يعني غلس عليا كتير، بس انت طالب ذكي وهتعرف توصل للإجابات وتذاكر الكلام ده. هنيجي عند سؤال 22 تمام ونفهمه مع بعض. يلا بينا. ADE ADE prove that ال ADE الانجل دي equal AE دي equal angle. قلت له الأول هخش على triangle DXP DXP هو الانجل، وطبعا أول حاجة عندنا السايد ده equal السايد، ولا قال حاطط هنا شرطة اهي، حاطط هنا شرطة اهو. قلت له يبقى اي سي ايكوال دي بي. خلاص ادي تمام. قلت له خلي بالك ان ده ريكتانجل، لازم تقول له ده ريكتانجل. خلاص هقول له سينس اهو ان دي اكس واي اي از ا ريكتانجل. خلاص تمام، يبقى السايد ده قد السايد ده، صح كده؟ صح. يبقى اي واي ايكوال دي اكس، اي واي ايكوال دي اكس. طيب وبرضه ده عامل انجل 90 90، يبقى انجل دي اكس بي، دي اكس بي ايكوال اي واي سي ايكوال 90. يبقى كده اثبتنا ان الترينجل ده كونجرونت للترينجل اهو، يبقى دي اكس بي دي اكس بي كونجرونت لاي واي سي. شايف؟ then we deduce that إن أكيد angle B equal angle C. صح. طيب طب ما ده rectangle، إن ده parallel ده، كده ال angle B equal angle D، وال angle C اللي هي رقم، يبقى كده هقول له أهو ال angle B equal angle C، وكتبنا عليها number 1 عشان إيه؟ BC parallel DE، بي سي بارلل دي. خلاص يبقى في حرف، يبقى ده تقول له مستر يلا بينا سنس ان في بارلل، يبقى في حرف ايه؟ اف. حرف اف ولا مش اف؟ قول اف يا مستر، هو عامل كده. يبقى دي انجل اي دي اي ايكوال ميجر في انجل بي، ده نمبر 2 كورسبوندنج انجل، والسي ايكوال اي اي دي كورسبوندنج انجل فروم 1 و2 و3. احنا اثبتنا ان دي قد دي عشان لما جبنا كونكرنت بعض، ودي قد دي ودي قد دي، يبقى كده فروم 1 و2 و3 ان الانجل ADE equal angle AED. اخر بروف معانا، بروف جميل جدا. هو بيقول لي بروف ذات ان ال BE para equal CD. قلت له BE من B ل E equal CD. طيب هنشوف بقى، بص ركز معايا كده. دلوقتي هنخش على الترينجل اي اي بي ده لونه ازرق، شايف؟ الترينجل التاني لونه اخضر، اي دي اي سي
يلا بينا نتكلم عليهم هما الاثنين. ايه الجيفنز اللي عندنا؟ عندنا الحتة دي AE equal الحتة AD، دي رقم واحد. خلاص رقم اتنين، number two AEB equal ADC. جبتها منين يا مستر؟ ADC equal AEB موجودة في الجيفنز. وعندنا الانجل اي دي مشتركه في الاثنين ترينجل، دي اول مره نسمعها حكايه الكومن انجل دي. يبقى كده عندنا الترينجل ده كونجرنت للترينجل ده، كده معنى كده ان البي اي ايكوال سي دي. صح صح يا مستر. خلاص كده جبنا اول حاجه طلبها مني، طلب مني البي دي. فين البي دي ده؟ من بي لدي، الحتة دي ايكوال حتة اي سي. قلت له طيب هو انت مش عندك من الكونجرنت، تعال ارجع للكونجرنت. عندنا الحتة اي سي كلها ايكوال اي بي كلها، تصدق صح؟ اي بي ايكوال اي سي، عندنا اي بي ايكوال اي سي. طب ما اي بي اللي هو ايكوال الاي سي ده، اي بي ده عبارة عن اي دي بلس دي بي، اي دي بلس دي بي، والاي سي ده عبارة عن اي اي بلس اي سي، اي اي بلس اي سي. طيب لما يكون عندنا اي دي ايكوال اي اي، خلاص يبقى اكيد دي بي ايكوال مين؟ اي سي. دي كلها ايكوال دي كلها، الحتة دي قد الحتة دي، يبقى اكيد دي قد ايه؟ قد دي. خلص كده، كده وصلنا لنهاية الاكسرسايز. اشوفكم على خير. ذاكروا كويس، اتموا بكتابة البروف بايديكم تمام، ما تقراش بس وما تفهمش بس، لا لازم تكتبه بايدك لوحدك من غير ما تغش الكلام ده. خلاص اللي محتاج مساعدة يقدر يتواصل معايا في أي وقت.